نبارك للكابتن وزي الكابتن زالاتو الفوز ونسأله عن مرياته عن مجريات المباراة. السلام عليكم. مبروك for my players, he played a very well game. مبروك للعيبتي اللي أدوا مباراة حلوة اليوم. We had control all game. تحكمنا بمعظم مجريات المباراة. Lost many chances. فقدنا الكثير من الفرص. I am little angry why I received goal 5 minutes ago until end game. شوي يعني كان بإمكاننا نتفادى الهدف اللي سجل علينا واللي شوي يعني مو مرضيه. We had many problems first half with injuries. واجهنا مشاكل مع الإصابات في الشوط الأول. We changed three players because injured first half. It is big problem for us. واللي أجبرتنا أن نغير ثلاث تغييرات في الشوط الأول واللي كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. But I must say مبروك for my players played very strong game, very hard game. لكن أبارك اللاعبين اللي مجددا يبارك لهم اللي قدموا مباراة قوية و. يعني كان مردود كويس منهم. We played it pass with faster the ball and we did many chances. لعب كان في باس كان في لعب كرة سريعة وأيضا كانت يعني في فرص كثيرة. نفتح الآن للإخوان اللي بيسأل. ما سبب الإصابات؟ What are the reasons behind the injuries? And ما سبب And the reason why Mesut first was a left back and then more back to the middle. We played many games in short time. قاعدين نلعب مباريات كثيرة في وقت قصير جدا. My players are not optimal form now, not ready for this rhythm. أضف إلى ذلك إنه اللاعبين الآن ما هم يعني في رتم إنهم يلعبون المباريات هذه بالتتابع هذا. قبل كم يوم كان عندنا رحلة يعني من الإمارات 120 minutes against Nasser. إذا كمان رجعنا لورا شوي 120 دقيقة ضد After النصر. 4 days against Alain strong game. جت بعدها اللي هي مباراة العين. We can't make training. We can only recovery training. حتى ما في مجالنا نتمرن غير إن التمارين فقط استرجاعية. I put Massad inside the second half because Massad play with right leg, Salman play with left leg and left back. ورجعت سلمان للمحور أو للوسط لأنه مو بلاعب يلعب رجل اليسار. And my يلعب برجل اليمين سلمان الأيسر رجع. My idea that I block midfielder of Ryan. وفكرتي كانت